علشان كده عايزين نطمن على استعدادات الفريق سريعا من خلال زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. حبيبتي يا زميل امير تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. انا شايف محسن بخطوات جول فعلا الاهلي بيستعد في اخر تمرينه قبل مواجهه فريق الانتاج الحربي فريق القوي طبعا غدا في استاد سلام في الثامنه مساء باذن الله. دعوات كل الاهلاويه باذن الله ان شاء الله باذن الله من حليف النادي الاهلي غدا باذن الله. طمنا الاخبار عندك ايه كواليس المران الاستعدادات ونهايه هذه الاستعدادات من خلال مران اليوم. خليني اقول لك ان النهارده مستر الفيروس طبعا وضاح في الجهاز قرر ان يكون في تمرينتين، تمرينه في العاشره صباحا هتكون فيها المستبعدين من مواجهه الغد وتمرينه في الخميس مساء هيكون القائمه فقط اللي هتتوجه بعد قليل الى احد الفنادق القريبه من استاد السلام لمبيت ليله المباراه. خليني اقول لك ان النهارده كان الساعه 10 صباحا زي ما قلت لك كل المستبعدين اتمرنوا الصبح في اللي هم مين؟ 10 صباحا كان بينهم يعني طبعا وصالح جمعه واحمد الشيخ احمد الشيخ وغيرهم. يمكن في الخميس مساء بدا التمرين ب يمكن تمرين خفيف بكره اليد وتسخين وعمل تقسيمه كبيره يمكن اختتمها ببعض التمارين التكتيك وحط التشكيل يمكن اللي هيبدا بيه بكره واختتامها بعد التكتيك والشوتنج في اخر التمرين. خليني اقول لك يمكن ال 18 لاعب وثلاث حراس اللي هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي غدا في مواجهه الانتاج الحربي. اتفضل. انا قريت بعض الاسماء على السوشيال ميديا من صغري يمكن معظمها غلط. خليني اقول لك هذه القائمه في حراسه المرمى محمد الشناوي تمام شريف ابراهيم مصطفى شوبير تمام في خط الدفاع رامي ربيعه ياسر ابراهيم ايمن اشرف احمد فتحي محمود وحيد محمد هاني علي معلول تمام في خط الوسط حمدي فتحي السولير حسام عاشور وليد سليمان مجدي قفشه حسين الشحات رمضان صبحي اجاي صلاح محسن وليد ازارو وجيلاردو. يمكن 18 لاعب وثلاث حراس دي القائمه اللي ادت التمرين في الخامسه مساء. يمكن التمرين انتهى منذ قليل ولكن يمكن امامي جلسه بقى لها حوالي 10 دقائق مثلين طبعا حارس مرمى النادي الاهلي شريف اكرامي ومستر فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. يمكن جلسه 10 دقائق يمكن هم لوحدهم بس في الملعب الباقي كله حاضر للتمرين علشان طبعا يصلوا صلاه المغرب ويتجهوا الى احد الفنادق القريبه من استاد السلام علشان يتم المباراه باذن الله. باذن الله يكون توفيق بكره حليف النادي الاهلي باذن الله يكون الفوز بالنصيب للنادي الاهلي. لو عندك اي استفسار انا معاك. التمرين خلص ولا على وشك النهايه يا شريف؟ لا انتهى التمرين انتهى بالفعل انتهى من حوالي 5 دقائق او 7 دقائق بالتحديد. ابرز ملامح المران النهارده هل كان في تقسيمه شيء معين كان مركز عليه مستر فايلر تالق بعض اللاعبين مثلا؟ هو الراجل بدا التمرين زي ما قلت لك بالتسخين او بالاطالات وبعد كده كان في فتره بالكره كره اليد وبعد كده عمل تقسيمه كبيره كان حريص يحط التشكيل والاحتياطي ويعمل التكتيك الخاص بمباراه الفاولات وفي الكور الثابته وفي الضربات الرسميه. ويمكن الراجل يمكن ابرز ملامحه بدا تبان الراجل بدا يعتمد على اسماء فاعلها فباذن الله يستنى لهم التوفيق بكره في المواجهه باذن الله. يا رب ان شاء الله يا شريف. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الاهلي.